صرع من الميليشيات بإحباط تسللات على مواقع القوات المشتركة. بعد عام من اتفاق ستوكهولم، تزايد المطالبات بإنهاء الاتفاق واستكمال تحرير الحديدة. اشتباكات في جبهة باب غلق بالضالع وتواصل حملة المداهمات الحوثية في الحشا. نشرة الأخبار، السلام عليكم. أفادت مصادر في الإعلام العسكري بمصرع 6 من مسلحي ميليشيات الحوثي وإصابة 10 جنوبي محافظة الحديدة. وأضافت المصادر أن مسلحي الحوثي لقوا مصرعهم خلال تصدي القوات المشتركة لهجمات شنتها الميليشيات على مناطق متفرقة. وأكدت مصادر خاصة وصول جثث 6 قتلى من عناصر الحوثي و5 جرحى إلى مشافي صنعاء. وقالت مصادر أخرى إن 5 جرحى من عناصر الميليشيات وصلوا إلى أحد مستشفيات الحديدة ووصفت إصابتهم بالخطيرة. إلى ذلك، جددت ميليشيات الحوثي خروقاتها للهدنة الأممية واستهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه. المصادر العسكرية ذكرت أن الميليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة، وأشارت إلى قيام قناصة الميليشيات بإطلاق النار على مواقع القوات المشتركة مستخدمة الأسلحة القناصة وأسلحة معدلات البيكا. وأكدت المصادر معاولة عناصر الميليشيات استهداف مواقع القوات المشتركة في الأطراف الجنوبية، كما استهدفت ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية في حيس جنوب الحديدة. المصادر أكدت أن الميليشيات أطلقت قذائف مدافع الهاون عيار 82 باتجاه الأحياء السكنية جنوب المدينة وقت الظهيرة، وفتحت النيران من مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة من مناطق تمركزها صوب منازل المواطنين والأسواق العامة. وأكدت المصادر قيام عناصر حوثية بعمليات استهداف متواصلة طالت مزارع المواطنين مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة. بعد عام كامل من خرق الهدنة الأممية في الساحل الغربي، قوات المقاومة المشتركة تعلن أرقاما دقيقة لكل الانتهاكات الحوثية في الحديدة على مدى عام، نستعرضها في التقرير التالي. وفق تقرير رفعته القوات المشتركة إلى الأمم المتحدة حصلت اليمن اليوم على نسخة منه، تم الإعلان عن إجمالي الخروقات التي تعرضت لها مديريات الساحل الغربي بواقع 16516 خرقا موزعة على النحو التالي: حيس 3717 خرقا، الدريهمي 3704 خروق، الجبلية 2877 خرقا، التحيتة 1701، الجاح 1219 خرقا، الفازة 1109 خروق، كيلو 7 وكيلو 16 وكيلو 8 995 خرقا، مدينة الصالح 979 خرقا، منظر وساحة العروض 215 خرقا. الخروقات توزعت على 12 بندا، كان أولها الهجوم والاشتباك المباشر بلغ عددها 1576، حرب مكتملة تجاوزت مسمى الخروقات. ثانيا، التسللات الحوثية بمجاميع إلى المناطق المحررة على امتداد الساحل الغربي بلغت 3950. ثالثا، الخروقات الحوثية التي استهدفت الأملاك الخاصة بالمواطنين بالقصف المباشر بلغ عددها 1356 خرقا. رابعا، القصف الحوثي المباشر بالأسلحة الثقيلة على مواقع القوات المشتركة في خطوط التماس بلغ عددها 1686. خامسا، بلغ عدد شهداء ستوكهولم الأسود من المدنيين 232 موزعين على النحو التالي: استشهد من الأطفال 68، استشهد من النساء 29، استشهد من كبار السن 41، استشهد من الشباب 94. سادسا، بلغ عدد الجرحى والمعاقين 2311 توزع بين كافة الشرائح العمرية على النحو التالي: 264 طفلة، 179 امرأة، 271 رجلا مسنا،
1597 شابا. سابعا، بلغ عدد المنازل والمساجد والمزارع والمنشآت التي دمرها الحوثي 446 نتيجة القصف على النحو التالي: 287 منزلا. المساجد التي تم تدميرها بشكل جزئي بلغ عددها 33. المنشآت الحكومية التي تم تدميرها بلغت 49. المنشآت الخاصة التي تم تدميرها 77. ثامنا، الاستهداف الحوثي للحيوانات في الساحل الغربي بلغ 71 حيوانا توزعت على النحو التالي: 9. اختطافات الحوثي وتصفية حساباته الضيقة ضد المعارضين والناشطين بينهم مدنيين لا علاقة لهم بأي أعمال سياسية أو حقوقية بلغت 129 معتقلا تم تلفيق تهم كيدية، وحتى الآن لم تتم محاكمتهم إلى يومنا هذا. منهم 87 تم نقلهم إلى السجن المركزي في حجة، 84 مختطفا، 37 منهم تم اختطافهم عن طريق مداهمة المنازل دون مسوغ قانوني، وعدد 47 تم اختطافهم من الشوارع أثناء تواجدهم في أعمالهم، 32 تصفية جسدية آخرهم شقيق عاقل حارة الحي الجامعي أحمد شوعي، 28 اختفاء قسري حتى الآن لا أحد يعلم أماكن اعتقالهم واحتمال أنه تم تصفيتهم. عاشرا وأخيرا، الاستحداثات الحوثية في الساحل الغربي برغم الهدنة الأممية بلغت ذروتها على النحو الآتي: 565 نفقا طولي، 1700 خندق، 125 ثكنة عسكرية، 14 غرفة عمليات متقدمة، 2022 مترسا، 84 مدفعا ثقيلا بمختلف الأحجام والأبعاد، جميعها تم نصبها في الأحياء والمنشآت. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف مدير المركز الإعلامي للمقاومة الوطنية محمد أنعم. أستاذ محمد، مرحبا بك. يعني هذا التقرير المفصل والإحصائيات الدقيقة، ما الذي سيضيف وكيف ستتعاطى الأمم المتحدة مع مثل هكذا جرائم فاقت الأرقام القياسية؟ أولا أحب أن أقول لكم أن هذا التقرير أورد أرقاما هي ربما ليست واقعية، هي الأرقام أكثر من هذا بكثير تقريبية. نعم، الساحل الغربي هناك تقريبا عدد الضحايا المدنيين تقريبا يتجاوز الآن 1000 شخص، يعني من هذا من ذلك هناك ألغام في البحر، هناك اعتداء على المزارع. يعني أنا أقول بشكل عام الوضع في الحديدة في الساحل الغربي في المناطق المحررة بمحطة الحديدة تعيش حالة حرب يومية، وهذا ما نتكلم عنه ونتحدث عنه يوميا وتتحدث عنه قناة اليمن بشكل دائم. هناك طرقات، هناك قنص، هناك حرب غير معلنة بالتأكيد يعني، وهذا من زمان ندعو ونطالب ونؤكد على مسألة الاتفاق ستوكهولم اتفاق فاشل، وانه لابد من اتخاذ قرار باستكمال تحرير مدينة الحديدة والموانئ الثلاثة، بدون ذلك تزداد المأساة في تهامة هذا العام اكثر من العام الذي مضى، لان الحوثيين يعدون انفسهم لمعركة متجددة متواصلة. الجبهات بقيت الجبهات توقفت وليست أمامهم الآن إلا معركة الضالع ومعركة الساحل الغربي، وإذا لم نستدرك خطورة الوضع هذا ونخوض معركة موحدة أو تتحرك بقية الجبهات فمعنى ذلك إن هناك خطر داهم سيواجهه الجميع، ولابد أن يستيقظ الجميع ويدركوا خطورة الوضع في الساحل الغربي. المسألة ليست مسألة تقدم أو تأخر، المسألة فيها حرب إبادة يتعرض لها المدنيين في الساحل الغربي. نعم، السؤال أستاذ محمد، يعني كيف ستتعاطى الأمم المتحدة مع هذه الأرقام ومع التقرير الذي رفع إليها بشأن هذه الخروقات، خاصة وأن ثمة من يقول بأن الحوثيين لم يكونوا يعني ليقوموا بما يقومون به لولا مباركة وضوء أخضر؟ بالتأكيد الأمم المتحدة لم تتعاطى إلا مع الطرف القوي، والحوثي الآن هو الذي خرق
حرق الاتفاقات، وهو الذي يريد أن يفرض أمرا واقعا على الجميع، وهو الذي أمل انسحاب وهمي تكتيكي كاذب مسرحية انسحاب أو عادة انتشار من موانع الحديدة، وهو الذي رفض أن ينسحب من الحديدة. ولهذا صاروا يقصوا بالقوة، وبعد أن دارت الدوائر وحاولت بعض القوى تضع أن توقف استكمال جبهة تحرير الحديدة، والآن يدفع الجميع الثمن. أنا أقول الأمم المتحدة لن تستطيع أن تفرض علينا قراراتها طالما وهذه أرضنا وهذه بلادنا. نعم. إذا كان هناك إرادة وطنية واحدة عليها أن تتحرك وتوقف جزيرة الدماء اليمنيين. يجب علينا أن لا نضحك على أنفسنا بعد اليوم. كذب أن هناك مساعي للسلام، السلام واهم. كم أن هناك اتفاقيات لم يلتزم بها الحوثيون. هناك وعود، هناك أكثر من اتفاق وأكثر من وساطة نفذها الحوثيون. إذا لم تستشعر الشرعية واجبها تجاه أبناء الساحل الغربي وتستشعر المقاومة المشتركة مسؤولياتها التاريخية والوطنية، ليس هناك نحن ليس هناك نص مقدس. اتفاق ستوكهولم ليس نصا مقدسا يفرض علينا. هذه الدماء اليمنيين هي المقدسة التي يجب علينا أن نحميها في هذه المرحلة. الحوثي مجرد أداة لإيران، ويجب أن يخرج من بلادنا، ويجب أن يعاقب المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم التي تطال أهلنا في الساحل الغربي وفي كل المناطق اليمنية. نعم، بخصوص الإحصائيات أستاذ محمد، يعني الإحصائيات التي وردت قبل قليل كانت قد صدرت عن المركز المعلومات في قيادة القوات المشتركة، وإذا كان ثمة إحصائيات أخرى نرجو أيضا إطلاعنا لكي يتسنى للقناة ويتسنى للمواقع الإخبارية عرضها على العالم على أكمل وجه. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محمد النعم، المدير الإعلامي مدير مركز الإعلامي للمقاومة الوطنية، حدثني كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هذا وترتفع الأصوات المطالبة بإنهاء اتفاق ستوكهولم الذي لم يجلب للحديدة سوى الموت والدمار، وتحول من مشروع حل إلى مشكلة مطالبة باستكمال تحرير الحديدة. المئات من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ من أبناء منطقة النخلية بمديرية الدريهمي تجمعوا في هذا المكان للمطالبة بإلغاء اتفاق ستوكهولم الذي مضى عليه عام لم يحصد منه هؤلاء إلا القتل والدمار والحصار والتشريد، مطالبين بالمضي في تحرير محافظة الحديدة التي ترتكب المليشيات الحوثية بحقها أبشع الجرائم تحت غطاء اتفاق السويد. وأبطال مشايخ ومنظمات المدني وحقوقيين بمديرية الدريمي خرجنا اليوم رفضا لاتفاقية ستوكهولم. كل حاجة استحلوها وخرجوا احنا برا الحوته، واصبحنا محتانين الى تعز الى كل محل. والان نطالب الامم المتحده بوقفتها ان الاعتداء على المواطنين، نطالب انشاء تحرير البلاد. هؤلاء الأطفال والنساء عبروا عن اشتياقهم للعودة إلى مدينتهم، مؤكدين عدم جدوى الاتفاق الذي استغلته الميليشيات الإرهابية لإجبار المواطنين النزوح هربا من جحيمها. الدريمي بلد الحبيب ومسقط راسي، كم أنا أشتاق إليه وإلى كل شبر وإلى أرضه الجميلة وأرضه الطيبة التي أصبحت اليوم قبة قبة المعارك المتآمرين عليها. قتلوا أبناءنا وأهلكوا مزارعنا وشردونا وأهلكوا مدارسنا. نريد أن نرجع إلى الدريمي، نحن مشردين، الله يحرقهم حواتي. المحتجون من مختلف مناطق الدريهمي رفعوا شعارات منددة بجرائم الميليشيات الحوثية والصمت الأممي تجاه انتهاكاتها، كما رفعوا صورا للضحايا الأبرياء الذين سقطوا بنيران ميليشيات الكهنوت منذ توقيع اتفاق ستوكهولم. زلزلونا من بلادنا العواتا، الله ينتقمون العواتا واحد بد واحد. أنسين نرجع بلادنا والنسكة من الطائف هنا عماه وعرقونا بلادنا. الوقفة التي شهدتها النخلية جاءت في ظل موجة احتجاجات واسعة تشهدها مناطق الساحل الغربي المحررة في رفض شعبي للاتفاق الذي تسبب بالمزيد من المعاناة لسكان الحديدة الذين أصبحوا بين مطرقة الحوثي وسندان الأمم المتحدة. نشتي نرجع بيوتنا.
كما طالبت أمهات المحتجزين لدى ميليشيات الحوثي في مديرية الدريهم الأمم المتحدة بإطلاق سراح أبنائهم والسماح لهم بمغادرة المدينة التي يتخذها فيهم أو يتخذهم فيها مسلحو الحوثي دروعا بشرية. ونددت أمهات المحتجزين بالصمت الأممي إزاء ما يقترفه الحوثيون من جرائم بحق أبناء الدريهم، خاصة الاحتجاز الجائر للمدنيين ومنعهم من التواصل مع أهليهم أو معرفة مصيرهم. ووجهت الأمهات مناشدات إنسانية للكشف عن مصير أبنائهم وإجبار الميليشيات على السماح للمحتجزين بالمغادرة كونهم مدنيين لا علاقة لهم بالحرب. يشار إلى أن الميليشيات تحتجز سكانا في مديرية الدريهم منذ أكثر من عام وتتخذ منهم دروعا بشرية، ولا يزال مصير الكثير منهم مجهولا حتى الآن، فيما تمنع الغذاء والدواء عن المحتجزين وتنهب أي مساعدات تصلهم من خلال المنظمات الإنسانية. يا أخ باب جيب يا أخ ما يقعرهم شيخ، لا ماي ولا ماكل ولا أكل ولا حاجة، تائبين ومؤذبين، قطعوا عليهم من تلفزيونات ولا مواصلة ولا في شيء، وقت بعدها ما هناك آخر بديه ثاني خيها بك بعده أتسددوا الطريق وردوه من الطريق، رجعت بكتابه بكتابه أجد وقت بعده ودخلوني نزوق ما قالهم أمي تعبانة عاجزة ما تقدرش تمشي، مزني أنا ذمرة واني حاجة أبي مزني وخلوه يدخل وقلت بابا أتيت قلت الله الله يا الله يا ابني أني بعد كايتي نفسي هنا الله كعبهم يفطم حلماني قالوا لها بدي كنه يبدي سهرة يبدي وبني يبقاني نك الله بدي وبني مش معي ما صبر هم باكين هنا بعدم مأذبين أذابوا لك مثله ثم انت عايش على وجهنا مدريبة انا سنة ونص الله يدنا مدريبة انها اشتيغ خروج ما اشتيغ خروج نشتيغ خروج حق اخي من الدريهمي خروجه من الدريهمين ان الامم المتحدة قد وعدها انها تخرجها وهم اخرجنا دخلت ما اخرجنا ما خرجوا اخي ولا المواطنين هناك اسمه معطوك حسن مبارك اسرة كامل معاه هناك عشان ما اعطوك يخرج تائبوك تائبوك يبكي بين التلفزيون واتمنى يطيب السلامة على اهلي وخرجونا من الخسارة والتعب مسجون له كم له انتون هناك وحنا هنا نحلم به وان شاء الله يخرجون من هناك ويطيب عندنا هنا فاقد الله لسنة ونص حرموا مننا وهم حرموا مننا يوم ما دار هناك ما سمعش أنا ولا أدري كيف ما ذي قالوا أتى في المسيرة أتى في ذاك أتى في ذاك ولا أدري بلحيدة ولا أسمع ذا بيون الناس إن أتى في المسيرة وفعلتنا أي شو اسمه؟ محمد صغير محمد أبدو ملك الظروف دروف محمد صغير محمد عبد دروف أيوه ملك الظروف أكد مواطنون أن الميليشيات واصلت ارتكاب جرائمها تحت مظلة اتفاق ستوكهولم الذي خرق أحد بنوده المتعلق بوقف إطلاق النار من الساعات الأولى لسريانه على مرأى ومسمع من الأمم المتحدة التي سعت إلى إيقاف تحرير الحديدة. لحد الآن واليومنا هذا لم يتم أي اتفاق وما زلنا نضرب وما زالت القذائف فوق الأطفال فوق الكبار والصغار وعلى المنازل وعلى الأبرياء وأصبحنا ضحايا هؤلاء الناس الذي لم يتم على أيديهم أي اتفاق ولا يمكن هؤلاء يخضعوا لأي اتفاقية أو أي قرارات أو أي سلم. الحوثي الميليشيات الحوثي يقضبوا على بيوتنا وعلى هاونات ورصاص اسمه لا كنت تحيدون بيت كيفين حتى مروحه حتى بينها رصاصة مو داخل فوق بينه ساكن شطايا وهاوين حتى قبل الباب حق البيت تقوم باستهداف المواطنين واختراق الهدنة ولا أي هدنة يعني تمت باسترجاع أي هدنة تفصيل هدنة حق الميليشيات الحوثية تقوم بضرب أحد المنازل والبيوت والمستشفيات والمواطنين شرد الأبرياء
دمر الناس. اتفاقية سكول، اتفاقية سكول كلها كذب، في كذب، تركت أعطت الفرصة الكاملة للحوثة بأن ينتشروا في كل بقاع اليمن، في كل سواحل تهامة، وانتشروا بكل الألغام، زرعوا ألغام بنجلس ولا 100 سنة نخرج الألغام، أقوى من الحرب العالمية الأولى والثانية. الألغام منتشرة في كل بيت، في كل شارع، في كل زغ، تحت كل شجرة، تحت كل حجرة، تحت إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش؟ وين العالم؟ وين العالم؟ قالوا أمم متحدة وسكول وما اتفاق سكول، هذا كله كذب. وتزايد أعداد ضحايا الميليشيات الحوثية بعد إبرام اتفاق ستوكهولم، والتي واصلت استهداف المدنيين قصفا وقنصا. محمد ميصل من أبناء حيس أقعدته رصاصة ميليشيات الموت بعد استهداف منزله بقذيفتها. حيث الطبيعة لا تنصفها الصور، تقف زيداء أحمد التي لم تتلقى أي تعليم ولا تعرف كم من العمر تبلغ، تتحدى المخاطر والصعاب رغم الألغام التي تتربص بها، فهي تغامر حافية القدمين كل صباح في رعي الإبل في هذه الفيافي. احنا كان في ميدو نزحنا الهالم وزعطوا بنا من هنا، كان كده ستر أم جمال كان يلغوا من هنا وزعطوا بنا، إذا أطم جهولي أن لماذا يطئرون هنا؟ قالوا لنا الغام من قبلكم. بعدين إحنا رحنا زينا لمطين ولحقونا، كان شنا نروح يمن سيناهم أبينا، ردنا الهالم قلنا شا بلادنا، وصلنا هنا بالناس ما وثن أولادنا ما وثوا، ما نادوا لواحد، فين أدنا رأخ فين ممشينا قبلنا الغام تحتنا الغام تحنا هتك واحد جنب بيت حقنا من الكبار. هذه الأسرة مصدر رزقهم الوحيد الإبل، وحياتهم لا تعرف طريقا للراحة، يتنقلون من مكان إلى آخر، فهذه الألغام حالت دون استمرار حياتهم بشكلها الطبيعي والقاسي. فبعد أن تسببت الألغام بنفوق قرابة 30 رأسا من الإبل في مناطقهم، ها هم يوكلون رعايتها لأطفالهم. ساعدنا بما لغمتي دوابا انتهبا، ما نحن ولا قلة غير هدوابنا، احنا ما نشق في هات الدواب، ما انا لا مواطير لا انا ولا قلة، ما انا ناكل ونشرب في هات الدواب. شبكة ألغام زرعتها ميليشيات الموت الحوثية في الحقول والوديان تتربص بخطوات الأبرياء في مختلف المناطق التي مرت بها الميليشيات، وأحالت حياة المواطنين إلى جحيم. أحبطت القوات الحكومية محاولة تسلل حوثية في مديرية خب والشعف في الجوف. المصدر العسكري أكد أن القوات الحكومية أحبطت محاولة تسلل لعناصر الميليشيات باتجاه مواقع في جبل قشعان، وأكد أن أبطال القوات الحكومية أجبروا الميليشيات على الفرار بعد تكبدها خسائر فادحة. في الجوف قتل لغم حوثي وجرح 16 شخصا بانفجاره بسيارتهم أثناء مرورها من أحد الطرق شرق مديرية خب والشعف. ونقلت وكالة خبر للأنباء عن مصادر محلية تأكيدها أن لغما زرعته الميليشيات الإرهابية انفجر بسيارة هايلوكس في منطقة قيسين على طريق اليتمى الحزم شرق مديرية خب والشعف. وأوضحت المصادر أن انفجار اللغم أدى إلى سقوط 3 قتلى و13 جريحا كانوا على متن السيارة، بالإضافة إلى تدمير كلي للسيارة، وتم نقل الجرحى إلى أحد المستشفيات. أفشلت القوات المشتركة والمقاومة محاولة تسلل حوثية باتجاه مواقعها في باب غلق شمالي مديرية قعطبة في الضالع. وأفاد مراسلنا أن معارك اندلعت عقب محاولات التسلل بين الجانبين أسفرت عن مصرع عنصرين من الميليشيات وفرار من تبقى من عناصرها باتجاه بيت الشرجي. وأضاف إن الميليشيات وصلت حملة الاعتقالات والمداهمات في مناطق مديرية الحشا، حيث اقتحمت منزل أحد الموالين لها ويدعى محمد المشرقي، واستولت على عدد من الأسلحة التي كانت في المنزل والتي كانت قد وزعت في وقت سابق لعدد من الموالين لها في تلك المناطق، لكنها لجأت إلى سحبها بعد تبادل اتهامات بين قيادتها عقب تقدم المقاومة والقوات المشتركة في مناطق الحشا غرب الضالع. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي عبر الهاتف من غرفة العمليات المشتركة في الضالع العميد عبد الرحيم
التهامي. مرحبا بك سيرة العميد، هلا أطلعتنا على تفاصيل المعارك في باب غلق والمواجهات أيضا التي اقتصرت على إفشال تسللات حوثية، وما حصل أيضا أو حدث مؤخرا من سحب أسلحة لموالين للجماعة. هل السلام عليكم. نعم اسمعني من الهاتف إذا سمحت وأخفض من صوت التلفاز لديك، تفضل. ها؟ إذا كنت تسمعني عبر التلفزيون خفضه لكي نتمكن من سماعك ويتمكن المشاهد أيضا من سماعك، تفضل. ما سمعت التعطية نابي. تسمعني أنت تمام؟ نعم، حدثنا عن جديد المواجهات إذا كنت تسمع سؤالي. بالنسبة للمواجهات في باب غلق، يعني قواتنا تتقدم يعني في بعض المواقع والعدو منهار تماما، وتسبب خسائر في اليومين الماضية، خسائر كبيرة أكثر من 30 يعني شهيد قتيل وجريح. وبالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان في الحشا يقوم بطبع المواطنين، وأمس يعني عبد اللطيف الشادري زائد صادق الإدريسي منعوهم من الخروج من مدينة الحشا وهم يعملون معاهم. هذا عبد اللطيف الشادري مسؤول عني لمحافظة الضالة معين بأوامر من عليا أنهم لا يخرجوا من الحشا حتى يجهزون المقاتلين، والمقاتلين وهم لا توجد عندهم حاضنة قوية. الحمد لله رجال الضالع ورجال يعني مريت ورجال قعطبه والفاخر وحجر هم يذكرون ملامح قويه وبطولات يعني يشهد لها التاريخ. وشكرا. شكرا لك العميد عبد الرحمن التهامي من غرفه العمليات المشتركه في محافظه الضالع، كنت معي عبر الهاتف. وكانت الميليشيات اعلنت حاله الاستنفار بمديريه الحشاب على تمكن القوات المشتركه والمقاومه الشعبيه من التوغل وتحرير مواقع عدة في منطقة الشامرية. عمليات جديدة نفذتها القوات المشتركة كللت بالنجاح ضد ميليشيات الحوثي، أفضت إلى تحرير مواقع جديدة بمناطق الشامرية في بلاد الحيقي بمحافظة الضالع. التقدمات العسكرية في مديرية الحشا جاء بعد التفاف شعبي من أبناء تلك المناطق حول المقاومة الشعبية التي بدورها كبدت الميليشيات خسائر فادحة ودحرتها من مناطق عدة. وعقب خسارة الميليشيات لمواقع في الحشا تمر بحالة تخبط وانهيار، حيث قامت بمداهمة منازل موالين لها في بلاد الحيقي للبحث عن أسلحة كانت قد سلمت لعناصر منشقين من صفوفها، فيما لا زالت أطقم الميليشيات تحاصر المنازل في تلك المنطقة. وفي محاولة للتعويض عن خسائرها أرسلت الميليشيات الحوثية تعزيزات ومعدات عسكرية إلى بعض المرتفعات والمواقع في الحشا المحاذية لمناطق بتار وحجر والأزارق، إضافة إلى نشر عشرات الأطقم بمداخل الطرق التي تربط عزل مديرية الحشا ببعضها في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها وضمان بقاء سيطرتها على الأجزاء المتبقية في مديرية الحشا. وفي الوقت الذي دحرت الميليشيات من مناطق عدة تسعى لتصعيد جبهاتها في موريس بإرسال تعزيزات جديدة وفق ما أكده شهود عيان بمرور العديد من الأطقم والأسلحة من مدينة دمت شمال الضالع باتجاه جبهة موريس. وما تزال المعارك في جبهات الضالع مستمرة في ظل تقهقر وانكسار للميليشيات الحوثية على أيدي أبطال القوات المشتركة والمقاومة الشعبية لتحرير المحافظة ورفع راية الجمهورية عالية فوق جبالها. فرضت ميليشيات الحوثي على طلاب كلية ابن حيان في حجة التبرع بالدم لعناصرها. المصادر أكدت أن الميليشيات أجبرت الطلاب على التبرع لمقاتليها، وأشارت إلى أن عناصر الميليشيات مررت ورقة على منتسبي الكلية للتوقيع على كشف التبرع بالدم، وهددت الرافضين التوقيع بخصم 10 درجات من محصلاتهم السنوية في نشرة. أيضا تواصل تأثيف عدد من المدارس في الساحل الغربي ضمن حملة العودة إلى المدرسة. مرور عام من الهدنة والحويتة يتم قصف منازل المواطنين. أكيد قد أشكاكي وقد طوالي
خلوا بيوتهم هنا بهذلوا وطيارون للحقون بالصواريخ لهنا في ارتكابها جرائم ضد المواطنين. تم إشارتنا بتعزيز الحربيين لقبل الحوثيين والمتنفذين. نحن ملتزمون بالهدنة رغم الخروقات الحوثية. والميليشيات الحوثية لم تلتزم في المواثيق الدولية ولا في العرف المحلية. الهاونات على مدينة حيف والتحدى وعلى بعض من المناطق التهامية. اتفاق الشفيد لم يأتي بأي جديد. اتفاق الشفيد هو صالح الجماعة الحوثية. ما استهداف مصنع إخوان ثابت من قبل الميليشيات الحوثية برغم من الهدنة الهشة. نطالب بناء هذه الاتفاقية لأنها اتفاقية مجحفة بالدرجة الأولى على الشعب اليمني. أهلا بكم مجددا. قال برنامج غذاء العالمي إن 11 مليون يمني يكافحون بشكل يومي بغية الحصول على ما يكفيهم من الغذاء، وذكر أنه رفع تعداد المستفيدين من مساعدته هذا العام بزيادة غير مسبوقة بنحو 50% بعد أن كان عددهم 8 ملايين مستفيد في مطلع العام أو هذا العام. ويوفر البرنامج حاليا مساعدات غذائية شهرية لنحو 12 مليون يمني. ولفت إلى أنه تم مضاعفة المساعدات الغذائية للمناطق الأكثر تضررا جراء الصراع الدائر والانهيار الاقتصادي اللذين خلفا قرابة 240 ألف شخص ممن يواجهون أوضاعا أقرب ما تكون إلى المجاعة. ضمن حملة العودة إلى المدرسة التي أطلقت بداية العام الدراسي، توزيع نحو 3500 كرسي مزدوج ل 27 مدرسة في مختلف مديريات الساحل الغربي. بوتيرة عالية تواصل القوات المشتركة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهودها في إعادة تطبيع الحياة في المناطق المحررة بالساحل الغربي، ولتحقيق ذلك تستكمل تأسيس عدد من المدارس وتزويدها بالكراسي المزدوجة ضمن خطتها الهادفة لانتشال القطاع التعليمي في المناطق المحررة. والذي لم يسبق لأي منظمة أن وصلت إلى هذه المنطقة والتي تعاني من نقص في الخدمات وبعدها عن المناطق الحيوية تبعد عشرات الكيلوهات عن أقرب مدينة إلى هذه المنطقة. كان للهلال الأحمر الإماراتي السابق في توفير التعليم. وخلال حملة العودة إلى المدرسة التي أطلقتها بداية العام الدراسي، تم توزيع نحو 3500 كرسي مزدوج ل 27 مدرسة موزعة على طول امتداد مديريات الساحل الغربي، والسهل التهامي ليبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 10500 طالب وطالبة. نشكر دولة الإمارات والهلال الأحمر الإماراتي على ما قدمه لمدرسة الاتحاد وكثير من المدارس، حيث أنه قام بترميم هذه المدرسة والآن زودها بكراسي مزدوجة. وتستهدف الحملة المتواصلة تأسيس مختلف المدارس الحكومية في مديريات الساحل الغربي بعدما قامت القوات المشتركة والهلال الأحمر بترميمها وتأهيلها، والتي بلغت 16 مدرسة موزعة على مناطق الساحل الغربي. نبدأ بالشكر للإمارات الخير والهلال الأحمر الإماراتي على جهودهم الذي بدلوها بدعم مدرستنا في ترميم مدرستنا وتوفير الكراسي المزدوجة وترميم ودعم الوحدة الصحية ودعمهم لمشروع توفير المياه. وبلغت عدد المرافق التعليمية المؤهلة من قبل القوات المشتركة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي خلال العام الجاري 36 مدرسة ومرفق، ليتمكن نحو 80 ألف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية. المدرسة كانت يعني في حالة يرثلها، يعني كان الأثاث ما فيش أثاث كله مكسر مبهدل، والمدرسة أيضا فيها بعض التخريب من قبل سبب الأوضاع الحرب، تمام. والآن بحمد الله يعني عادت الحياة إلى طبيعتها وعادت المدرسة يعني بشكل أفضل مما كانت عليه سابقا، وهذا بالجهود الذي يبذلها الهلال الأحمر الإماراتي في تطبيع الحياة في تأهيل المدارس وترميمها. وتسعى القوات المشتركة إلى تأمين حياة المواطنين وتقديم الخدمات لهم في جميع المجالات الخدمية، منها بناء المدارس وتأسيسها وتجهيز المراكز الصحية وتقديم العلاج المجاني للمرضى ضمن خطة شاملة ترافق العمليات العسكرية والتي تهدف إلى إعادة تطبيع الحياة في جميع المناطق المحررة. احتفى فرع المؤتمر الشعبي العام في ماليزيا بالذكرى الثانية للانتفاضة الثانية من ديسمبر التي أعلنها الزعيم في وجه ميليشيات الحوثي وضحى بحياته دفاعا عن الجمهورية ومكتسباتها. فكري وعيدي وعيدي
الجالية اليمنية والمؤتمر الشعبي العام في ماليزيا أكدوا من خلال توافدهم إلى هذه القاعة المضي على درب شهداء انتفاضة ديسمبر الخالدة، وفي مقدمتهم الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح ورفيق دربه الأمين عارف عواض الزوكا، بحضور عدد من القيادات المؤتمرية والشخصيات الاجتماعية والقيادات الشبابية والنسوية الذين قدموا من عدد من المقاطعات والمناطق الماليزية للتأكيد على أهمية هذه المناسبة وما سطر فيها الشهداء من انتصارات للوطن. نقف اليوم بعد عامين من استشهاد الزعيم ورفيقه الأمين الذي عبروا أصدق تعبير للانتصار للوطن ولمبادئ الثورة ضد الكهنوت، والتي انقلبت على كافة مؤسسات الدولة ونكلت بالشعب اليمني وصادرت حرياته وحقه القانوني وكل مكتسباته. نعم، خسرنا قائدا عملاقا مؤسسا للديمقراطية والتعددية السياسية، خسرنا موحدا لليمن من شماله إلى جنوبه. استشهد القائد الوحدوي ورائد النهضة في اليمن وصاحب التحولات التاريخية العملاقة، باني دولة النظام والقانون، دولة المؤسسات الدستورية، الشهيد علي عبد الله صالح، استشهد غير منحنيا ولا هيام، متحدي الموت وحق العصابة المارقة الحوثية. أكثر من ثلاثة عقود من الزمن ظل الشهيد الزعيم علي عبد الله صالح خلالها يدافع عن الثورة والجمهورية ومكتسباتهما حتى جاءت اللحظة التي لقي فيها ربه كما تمنى، وهو يدافع عن الثوابت الوطنية في سبيل الانعتاق من كهنوت العصر المستبد. كانت الجمهورية راسخة في وجداني، من أجلها قاتل ومن أجلها استشهد ومن أجلها حوصر في مقر إقامته، ظل يقاوم الطغيان والجبروت الحوثي الظالم الذي يسعى لعودة الإمامة. ترجل الفارس عن حياتنا بجسده الطاهر، ولكنه بقي محفورا في الذاكرة اليمنية المليئة بالآمال والآمال. أقدم لكم هذه المشاعر التي دفعتكم إلى عقد هذه الذكرى بما تمثله من مشاعر الوفاء، وما مثله الزعيم الشهيد ورفيقه لنا جميعا. وكان أبرز ما استعرضته الفعالية المحطات التاريخية للشهيدين الزعيم علي عبد الله صالح ورفيق دربه وما سطروه من مآثر بطولية في سبيل الدفاع عن الوحدة والحرية والديمقراطية التي تحاول ميليشيات الكهنوت طمسها وإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، والذي بادر فيها الشهيدان بأرواحهم وفاء للوطن. دفاع عن الجمهورية والحرية والكرامة والانعتاق من الكهنوت وانتصارا لكل المبادئ والقيم التي ضحى من أجلها اليمنيون جيلا بعد جيل. انتفاضة الثاني من ديسمبر شرارة انطلقت لتؤكد الجماهير اليمنية في الداخل والخارج استمرارها وتواصلها كونها انتفاضة شعب أبى الضيم والظلم للسير على درب الشهيد الزعيم ورفيقه الأمين وكل الأبطال السبتمبريين في الخلاص من الإمامة بثوبها الجديد والسير على خطى الشهداء في مقارعة الكهنوت الحوثي حتى استعادة الجمهورية. في العراق أغلق متظاهرون عددا من الطرق الرئيسة في البصرة والناصرية، فيما التحقيقات بأعمال عنف ضد المتظاهرين في عدد من المحافظات تستكمل باستثناء ذي قار. وذكرت الأنباء أن المحتجين قطعوا الطرق الرئيسة للبوابات الرئيسية لحقول النفط في رميلة وأرطاوي وبئر 22 غرب البصرة، ومنعوا الموظفين من الوصول إلى الحقل الرميلة غرب البصرة. وأضافت إن المتظاهرين أغلقوا أيضا جسور الحضارات والنصر والزيتون في مدينة الناصرية. في غضون ذلك أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا استكمال التحقيقات في المحافظات التي شهدت أعمال عنف ضد المتظاهرين. في غضون ذلك عاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد اشتباكات لليوم الثالث بين قوات الأمن اللبنانية وعناصر من حزب الله وحركة أمل ضمن محاولاتهما إرهاب المتظاهرين. وذكرت الأنباء أن الطرقات المحيطة بساحتي الشهداء ورياض الصلح
تحولت إلى ساحة حرب بعد محاولات متكررة من قبل عناصر من حركة أمل وميليشيات حزب الله لاقتحام الساحات حيث يتجمهر المتظاهرون. وأضافت القوى الأمنية والجيش أن الجيش تصدى لمحاولات عناصر أمل وحزب الله الذين رشقوا قوى الأمن والمتظاهرين بالحجارة. في الكويت، ذكرت وكالة الأنباء أن مرسوما صدر بتعيين أعضاء الحكومة الجديدة بعد شهر من استقالة الحكومة جراء خلاف بين أعضاء الأسرة الحاكمة والبرلمان. وسيتولى الشيخ صباح خالد الصباح منصب رئيس الوزراء بعد أن كان وزيرا للخارجية، حيث أسند الأمير أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح المنصب إليه بعد استقالة الحكومة بأيام. وجاءت استقالة الحكومة بعد أن سعى أعضاء في مجلس الأمة إلى إجراء اقتراع على سحب الثقة من وزير الداخلية وعقب نشوب خلافات بين مسؤولين كبار من بينهم وزير الداخلية والدفاع بشأن اتهامات بسوء استخدام الأموال العامة. النشرة انتهت، إلى عناوينها. صرعة من الميليشيات بإحباط تسللات على مناطق متفرقة في الحديدة. وبعد عام من اتفاق ستوكهولم مطالبات بإنهاء الاتفاق واستكمال تحرير الحديدة. واشتباكات في جبهة باب غلق في الضالع وتواصل حملة المداهمة الحوثية في الحشاة. والمزيد من الأخبار في موقع القناة الإلكترونية. السلام عليكم.